أهلا أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور. حديثنا في هذه الحلقة رح تكون شيء خاص، وشيء خاص على قلبي وعزيز جدا علي أنا شخصيا. رح نتكلم عن نور من سوريا، والغرض من هذه الحلقة هو عبارة عن سلسلة رحلات وسفرات قمت فيها لسوريا. وهناك طبعا رغم الحرب، رغم العنف، رغم الدمار، كمان منشوف صورة تانية، منشوف أنه الله له الكلمة الأخيرة، الله متسلط في ممالك الناس، والله فعلا له السيادة والسلطان المطلق الكامل على حياة البشر، وأنه الله يحول كل الأمور المرة وكل الأمور اللي فيها شر وفيها مأساة، فيها معاناة، فيها خطر، بحولها للخير، بحولها للبركة، وبحولها أيضا للنور. نور من سوريا، ما زال نور المسيح يشرق حتى يومنا هذا، وهذا البلد الحبيب ما زال في مخطط وفي برنامج الله، وأنا متأكد أنه الله رح يباركك من خلال هذه الحلقة. هذه الحلقة كنت في رحلة أخيرة لمنطقة كانت كتير صعبة، شفت دمار في عدة مناطق في سوريا، سواء حتى في الشام، في حمص، طبعا في حلب ومناطق أخرى، لكن السفرة الأخيرة كنت في منطقة كوباني، كنت في تل الأبيض، في منطقة عين عيسى، وطبعا وصلنا للرقة اللي هي كانت عاصمة الدولة الإسلامية داعش، وشفت هناك الدمار والخراب، وشفت أمور يعني صعب حتى ذكرها من خلال هذه الحلقة. من ناحية تانية شفنا نور المسيح، شفنا بركة المسيح، شفنا نعمة الرب كيف إنه بيساعدنا من خلال كل الظروف، حتى من البداية، سواء من الذهاب لسوريا، من خلال الفيزا اللي أعطيت لي، من خلال البركات في كل مكان كنت بسافر، أحس بإيد الرب وحماية الرب ونعمة الرب كانت علي وعلى كل الفريق اللي كنا نعمل طبعا بروح الفريق الواحد. أنا بدعوكم أن نشاهد هذه الحلقة الخاصة، وأنا متأكد رح تكون بركة لحياتكم. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. أهلا أعزائي المشاهدين، أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور، وهذه الحلقة بث مباشر على القناة الفضائية قناة الحياة، وحديثنا في هذه الحلقة نور من سوريا. وعلى فكرة الآية اللي شفتوها، هذه الآية أنا اخترتها مخصوص، لأن هذه الآية قيلت في بنياس على الحدود، طبعا الحدود السورية، وهذه المنطقة كانت في مقاطعة ولاية سوريا، وهناك أعظم الإعلانات أعلنت من هذا المكان، من المنطقة السورية، سواء الإعلان المسيح يعلن لبطرس عن وظيفته وعمله، ويعلن عن بناء الكنيسة، بطرس يعلن لأول مرة، طبعا قيلت من قبل لكن بشكل قاطع وحد فاصل أنه المسيح ابن الله الحي، ولأول مرة المسيح يعلن عن آلام وصلبه وموته، يعني هدف مجيئه، وبيتكلم أيضا عن مجيئه ثانية. هذه كلها كانت في المنطقة السورية
اللي هي جزء من الأراضي المقدسة. إخوتي وأخواتي، يسرنا أن أستضيف أخت وزميلة في الخدمة، وخليني أقول جندية للمسيح اللي الله استخدمها في فتح أبواب كثيرة. بحب أقدم لكم عن طريق الهاتف الإعلامية السورية الأخت ميساء سلوم. أهلا وسهلا أخت ميساء. فيك أخ نزار وبكل المشاهدين، يعني شكرا كثير لك، وحقيقة أنا ما بستحق هذا الكلام اللي حضرتك أنت. وجودك معنا بسوريا شجعنا ونور كل بلادنا. أخت ميساء، الناس بتسمع الأخبار عبر القنوات المتعددة أو التناقل التواصل الاجتماعي، ولكن لما بيشوف الواحد الصورة في داخل البلد بيكون عنده انطباع آخر. احكي لنا كشخص عايش في سوريا عن انطباعك سواء خلال الحرب وما بعد الحرب، وفي هذه الأيام شو انطباعك أنت على الأوضاع اللي بتصير في سوريا؟ بدون أدنى شك أخبار أنه وسائل الإعلام المختلفة في العالم اللي نقلت الأخبار السورية، ما فينا ننكر أنه أخبار كانت شبه صحيحة من الدمار ومن القتل ومن الموت وكل تفاصيل الفساد اللي كان موجود على الأرض في سوريا خلال سبع سنوات اللي مضت سوريا أو الأزمة السورية. خلينا نقول فينا ننكر فعلا كان في حرب شعواء موجودة في المنطقة وخاصة في سوريا، لكن نفس الوقت نحن يعني خلينا نقول جانب آخر إنه للأسف إنه وسائل الإعلام كمان ما نقلت غير الصورة المظلمة اللي كانت موجودة في سوريا. شيء يعني، لأنه مثل ما عارف نحن مثل ما قال ربنا إنه العار مضاعف الشرير. نعم. يعني أمر طبيعي إنه أخبار الشر اللي موجودة في الأرض. جانب آخر في نور موجود في البلد، نور من خلال كنيسة المسيح، من خلال جسد المسيح الموجود في كل المحافظات السورية، كل المناطق السورية. الشيء اللي خليني أقول لك للأسف إنه أمر طبيعي ما يصير في عليه إضاءة من بعض المحطات أو من أغلب المحطات اللي كانت عم تنقل أخبار الأزمة السورية. كان ربنا بيترك نفسه بلا شامل. الكنيسة موجودة، الكنيسة باقية، المسيحيين ممكن نقول إنه معظمهم سافر شر لأوضاع أو لأسباب يعني بتخصهم، ونحن طبعا ما بنلوم أي شخص سافر أي شخص طلع برات البلد، لكن في ناس بقيت بالبلد حتى تكون فعلا نور في وسط الظلمة اللي كانت موجودة في سوريا. اليوم هذا هو دور الكنيسة من خلال وسائل الإعلام المسيحية وغير المسيحية فعلا إحنا بهذا البلد، لحتى نحن نبرز للعالم إنه في نور وسط الظلمة، في أمل وسط الألم اللي موجود في البلد. فهذا كان دورنا خلال فترة الحرب. يا ووجودك معنا كمان أسلوب، أنا بحب أقول لك يعني بتشكرك من كل قلبي، بتشكر كمان الخدام اللي كانوا موجودين معنا، لكن بتشكرك بشكل خاص. حضورك معنا كان مشجع لإلنا إنك جيت كمان من أقصى الأرض لبلدنا حتى تشجعنا وتشددنا وتكون معنا. أخت ميساء، طبعا الغرض، احنا عملنا عدة رحلات لسوريا، الغرض منها تشجيع المؤمنين وطبعا كمان تعزية الناس بشكل عام، السوريين في البلد بغض النظر مسلمين أو مسيحيين، وبنفس الوقت قمنا في مساعدات إنسانية على فترة رحلات متعددة خلال الفترة. وإذا ممكن تعطينا انطباعك على اللي منشوفه اليوم في سوريا قبل ما أنه نتكلم عن الرحلة الأخيرة. أكيد شوف يعني الفترة الماضية كانت صعبة، خلال سبع سنوات يعني مضيت كل حالنا كيف عبرت علينا هي السنوات، يعني بدون أبلش كانت أوقات صعبة جدا بكافة النواحي، ليس فقط بموضوع الدمار والقتل والتفجيرات، الأشياء اللي صارت بالبلد اللي نحن كنا فيه وننام وحتى أثناء نومنا كنا نحلم حتى فيه القصص، لا
لكن في اشياء ثانيه انقطعت، موضوع الكهرباء، موضوع التدفئه، هيدا كلياتها معاناه كانت حقيقيه للمواطن السوري نحن عشناها بشكل يومي. بلا شك هلا بالسنه الاخيره هلا نحن بالوقت اللي نحن هلا موجودين فيه، هيدا الامور نشكر الله انه هي صارت افضل كثير. وحضرتك كنت معنا موجود انت خلال العشر ايام الماضيه، يعني كنت موجود معنا على ارض الواقع وشفت انه الازمه ما زالت يعني ازيالها موجوده، لكن بنفس الوقت نحن بنقول هيدا الايام افضل بكثير من الايام اللي مضت. بلشت سوريا تخفض اسعارات اسعارات الامن والسلام، وهذا الشيء ببشر بالخير. برجع بقول لك يعني خليني اوجه كمان تحيه لكل الناس اللي وقفت معنا، لكل الناس اللي ساعدتنا. لا شك بدون المساعدات، بدون التشجيع اللي صار لنا، يمكن كانت حتكون ظروفنا اصعب بكثير، لكن بشكر الرب لاجل كل الناس وكل بعض الدول اللي وقفت بجانبنا، كانت سياسيا او اقتصاديا او خدميا او على صعيد الكنيسه. هذا الشيء كان ملموس، اللي خلى الناس الى حد ما تقدر تعبر هذه الفتره اللي كانت مزمنه فعلا وصعبه جدا جدا مرينا فيها خلال السنوات الماضيه. لكن اليوم نحن نقول بدأنا بعد المنازلي للأزمة، ونشكر الرب أنه صلوات المؤمنين تعالى في كنيسة في سوريا أكيد ما راح تدى نتائج اليوم على أرض الواقع. نفس الوقت بدون أدنى شك نحن بنعزي من كل قلوبنا كل الأمهات اللي فقدت أولادها فقدت أزواجها، بنعزي كمان الأزواج اللي فقدت زوجاتها أو أولادها بفقدت بيوتها، بفقدت كثير اشياء. وانت كنت معنا اسيس خلال الفتره الماضيه، خلال السنتين الماضيتين يعني كنت موجود معنا وشفت على ارض الواقع انه في ناس فعلا شافت كل شيء. الماديات لعيالها كمان بدنا نحتمي كل قلبنا من عبد اليوم من قلبنا القادم حتكون افضل. الرب يسوع يعزي قلوبكم ويعطيكم السلام. امين. اخت ميسا راح نحط بعض المناظر للرحله الاخيره، طبعا هي كان فيها مأساة، معاناة، ظروف صعبة جدا، لكن الرب أعطانا نعمة خاصة أنه ندخل هذه المناطق حتى لم تعطى لقنوات إخبارية. أنا كنت هناك وانت سمعت بدانك حتى الجماعة كيف استقبلونا وأعطونا الفرصة أن نفوت. يعني احنا رحنا لمناطق عديدة، لكن يمكن أغلب المناظر اللي راح نشوفها هي في منطقة الرقة اللي كانت العاصمة للدولة الإسلامية، وإحنا مشينا هناك في الشوارع. خلينا نحط الصور ونبتدي نتكلم ونعلق من خلال المناظر اللي راح نشوفها. يمكن بعض المناظر راح تكون صعبة على المشاهدين. طبعا مثل ما شايفين إحنا راكبين بالفان، والأخ عم بصور، إذا بتشوفوا الصورة عم بتهز لأنه عم نمشي في مسار معين منظف عن طريق كاسحة الألغام اللي عملت طريق لإلنا حتى نفوت. حتى أخبر المشاهدين أخت ميسا أنه كان في معانا كمان يعني بالسيارتين حراسي، وكان معانا خبير ألغام، لأنه اللي فهمت في الموضوع أنه لسه المنطقة تحتاج إلى أكثر من سنة لتنظيف الألغام الموجودة في هذه المنطقة. يعني كمان نشكر الرب أن الرب أعطانا نعمة خاصة بعيون الناس المسؤولين عن المنطقة حتى نحن نكون نقدر ندخل على هذه المنطقة. المنطقة بدون أدنى شك كانت كثير صعبة، صعبة جدا بكل تفاصيلها. لكن بالمقابل نشكر الله، نشكر ربنا على كلمة لكن، كلمة لكن خيالة عدل عليها كتاب كامل، خاصة لكن في المسيحية. بنشدد على كلمة لكن انه رغم كل الصعوبات، رغم كل التحديات، بدي اقول لك اسيس يعني ربما كمان المجهول اللي كان ناطرنا، لكن نحن كان في عنا مهمة من نوع آخر. الناس بتحب تدخل هذه المناطق لتنقوا للاعلام في العالم في قوة الدمار والخراب، هذا شيء واقع موجود لازم ينتقل يعني حتى الناس تعرف شو عم بيصير بالمنطقه. لكن نحن كان في عندنا مهمه من نوع اخر. ايوه كانت خلينا نقول هي مهمه محبه.
مهمة سلام، مهمة استيقاظ، خليني أقول مشاركة مساعدة للناس اللي كانت موجودة بالمنطقة، مهمة صلاة، يعني معنى صلاة في هالمنطقة الصعبة فعلا، اللي يعني حضرتك حتى أنت كلمة إنه يعني ليست مملكة الأشرار لكن أو شرير، لكن حقيقة مملكة رئيس الشياطين. يعني نحن شامين رائحة الموت بكل تفاصيله، كنا شامين رائحة الجثث المتعفنة اللي كانت موجودة للأسف. المناظر كانت صعبة جدا، لما بنصور إنه يصورها لكن أكيد ما حنعرضها على شاشة التلفزيون. رائحة الحريق اللي كانت موجودة. أيوه. على الزبون خليني أقول بكل تفاصيله، يعني كانت موجودة في المنطقة. لكن بدون أدنى شك كانت مهمتنا. هي القوة مين ممكن يخرجها من المنطقة؟ ممكن خرجوا بأجسادهم بالقوة العسكرية وبقوة السلاح، لكن قوة الشرير الموجودة مين ممكن يطلعها من المنطقة غير قوة سلاح مضاد لهذا الشر، وهي قوة الصلاة بربنا الكبير، بربنا اللي انتصر، بربنا رب الحياة، بربنا أيوة. القابض بين الأموات، هو وحده اللي بيقدر يطرد الروح الشريرة من المنطقة. فكانت مهمتنا صعبة، لكن نحن في عندنا تحدي، كان نحن ما تحدينا بقوتنا، تحدينا بإلهنا الحي القادر إنه يدخلنا لحتى نعلن بالمنطقة بآيات من الإنجيل تنطلق بالهواء، تنطلق بالمكان اللي كان مليء بالشر، مليء برائحة الموت، لحتى أيوة. يحولها إلى منطقة. أخت ميسا، يعني أنا رحت على عدة مناطق منهدمة ومدمرة طبعا، مثل رحنا على حمص وعلى حلب، طبعا كان الظروف والوضع صعب جدا في حلب، لكن اللي شفته في منطقة الرقة، يعني إذا كان في هناك شر أنا بعتقد في منطقة الرقة يمكن كانت المعقل للقوة الشيطانية اللي كانت بتلعب دور كبير. مثل ما ذكرتي، أنا مشيت أخذوني في شوارع جانبية، بتشوف الأسلحة، بتشوف الجثث. أنا عندما نقول جثث يعني مئات من الجثث اللي معفني الرائحة. وبصراحة يمكن لسبع أيام ريحة الموت كريهة جداً كانت في مناخير، الصعب حتى نطلعها. حتى لما كنت براجع الصور كان الشخص المونتير عم بورجيني بعض الجثث، قلت له لا ما تحطش الجثة، بس رجعت تذكرت الريحة وكانت كأنه في مناخيري. المنظر صعب مثل ما أنتم شايفين، دمار كامل. وطبعا في كل هاي المناطق في ألغام حية سوفيستيكيتد، عارف بشكل معقد، اللي حاطين هذه الألغام جماعة خبرين، لأنه عاملينها عن طريق الليزر، عن طريق السنسر، إنه حتى إذا الواحد اقترب ممكن ينفجر في عبوة أو لغم. لكن فعلا بحب أكرر، رغم كل هذا الدمار إحنا شفنا كمان يد الرب إنه أقوى من الشر، وأن الله بحول الشر إلى خير. أخت ميسا، أنا عاوزك تعلقي. أنا شايف إنه إحنا عم نتفرج على دوار مشهور كتير، أكم متر بجانب الدوار في واحد اتقتل عن طريق أفكر صاروخ نزل عليه، اللي كنا بنشوفه اسمه جون البريطاني الضخم الأسود اللي كان دائما بلوح بالسكين قتل. لكن هذا النصب يمكن الساعة في الدوار، وهذا المكان يسمى سوق النخاسي، واحنا وقفنا في هذا السوق وين كانوا ببيعوا البنات، وطبعا شفنا المناظر كيف بيربطوهن بالسلاسل كأنه غنم أو كأنه حيوانات. للأسف سامحوني الستات اللي بيسمعوا وعم ببيعوا فيهم. شو تعليقك أخت ميسا؟ عم يوصل واضح لعندي، لكن عم بقدر شوي يعني اخر الكلمات، ممكن تعيد السؤال؟ يعني بقول ان احنا كنا في سوق النخاسي، وين ببيعوا، كان يبيعوا البنات كيف مربوطات، كنا نشوفن على التلفزيون بربطوا ايديهم وبجروا فيهم كانه عم بسوقوا، اسف للكلمه، كانه حيوانات. واحنا وقفنا نصلي ضد يعني هذه اللعنه، وبتذكر انت قمت في الصلاه
حتى الرب يعني يرجع. هو قيمة المرأة محفوظة، لكن أنه أهينت قيمة المرأة في هذا المكان، وصلينا حتى الناس فعلا تشوف يد الرب هناك. كلمات ما بقدر افهمها، لكن من خلال الصوره عم تابع معك على شاشه التلفزيون، خليني كمان تابع معك بالصوره وانا يعني على كلامك. حقيقه ماني عم بفهم الكلام. طيب لكن ما بعرف اخت ميسا، خلينا نعود بعد فاصل قصير، وممكن اكرر السؤال كمان مره. نعود بعد هذا الفاصل. اوكي خلينا نعود بعد الفاصل. أهلا أعزائي المشاهدين، عم نتكلم عن نور من سوريا، معي الإعلامية السورية الأخت ميساء سلوم. معرفش يا أخت ميساء إذا يمكن زبطوا أو صلحوا الخط، إذا أنت سامعتيني. طيب رح نرجع لك كمان شوي أخت ميساء، لكن أنا ورجيت نصب اللي كان في الساحة، واحد من بسموا الدوار وين كان سوق النخاسة، وكانوا ببيعوا طبعا الفتيات على الأرجح اليزيديات وفتيات أخريات بحسب عمرها بحسب شكلها بحسب جمالها، وكانوا بيربطوهم وبيبيعوهم كعبيد. أنا أقول أحبائي أن هالأشياء كانت تعمل باسم الدين، وأنه بالقرن 21 وللأسف أنه حتى في دول الغرب مش قادرين يدركوا هذه الصورة، أنه حتى يعني حتى في كندا عاملين نوع من التوازن مع أنه إذا في ناس بترجع من الكندية اللي كانت تحارب مع داعش، للأسف أنه كأنه نوع من التعاون، لكن هذا شر وهذا خطر وكل إشي له قصد. والشيء اللي عاوز أقوله من خلال هذه الأحداث، إنه كل هذه الأحداث كانت تتلى صلوات وقراءات من القرآن، وكانوا يعني في ساحة تانية، في ساحة تانية كانوا رحنا على الساحة اللي كانوا بيقوموا فيها بأحكام الإعدام إذا المرأة ترجم أو الجلد أو بتر الأرجل أو الأيدي أو قطع الرؤوس. طب أنا بتكلم إحنا في القرن 21، يعني أشياء تطبق شرعيا ودينيا في القرن 21، ومش هتسمعوها من المحطات الإخبارية لا الأجنبية ولا العربية للأسف. والمسيحية الكنيسة عاملة نوع من الباسيف، إما بتأخذ رد فعل عنيف بس مجرد كلام من غير أي فعل، أو إنه بتقول لك أنا ماله مالهم، يعني كل واحد بحاله كل واحد بدينه. وعارفين التاريخ بيثبت أنه لما الإنسان بيسكت كم من المآسي والمجازر اللي ارتكبت بسبب سكوت الإنسان، يعني الشخص الساكت هو عنده جريمة أكبر من الشخص اللي ما بيعرفش، اللي بيعرف وساكت جريمته أصعب. فهذه المناطق كانت تمارس فيها الأحكام، أحكام الدولة الإسلامية شرعيا بتلاوات الصلوات وقراءات من الحديث والقرآن بشكل شرعي، حتى سواء إما برجم المرأة أو بقطع الأيادي والأرجل أو قطع الرؤوس أو أحكام تانية مثل الجلد وأمور أخرى صعب واحد يذكرها. إذا طبعا الخط رجع، أنا بحب أنه بليز تعرفوني إذا الأخت ميسة موجودة على الخط معي، إذا مش موجودة أنا بكمل أتابع.
انه كملنا في هذه الرحلة، اذا في الصور كمان يشوفوها. كملنا الى محل، هنا طبعا سوق النخاسة، كملنا الى دوار مشهور جدا في منطقة الرقة، وهذا الدوار مش هذا، اذا بنكمل الصورة بنكملها. الدوار الثاني ده كان يسمى دوار النعيم، لكن لما دخل داعش صار اسمه دوار الموت. ويمكن إذا بتتذكروا هذا الدوار في حواليه من السياج الحديد، وهناك قطعوا رؤوس كثيرة وعلقوها على السياج تشهير في الأجزاء في الأجساد وتعيير. يعني طبعا اليوم هذه الأشياء لا تعمل، لكن برضو يعني بتوريك نوعية الناس اللي عاوزة تحكم العالم، الغرب قبل الشرق في هذا الشريعة، يحكموا في هذا النوع من الشريعة. مثل ما شايفين الدمار في كل مكان، أنا عم بتفرج معاكم طبعا على الشاشة. هذه الشوارع المنظفة هي الشوارع الرئيسية في داخل البلد، لكن كل الطرقات الجانبية ما زالت مهدمة في كل مكان. وبعتقد يمكن هذا المكان هو الكنيسة، أيوة الكنيسة، مش متذكر، يمكن الكنيسة الأرثوذكسية اللي مهدومة بالكامل في هذه المنطقة. يعني من النادر أنك تشوف حتى عمارة، العمار اللي واقف كله مدمر حتى، لكن أكثر من 90% من العمار كله فلات، كله على الأرض. طبعا من فترة لفترة بتشوف أنواع من الكتابات كلها موضوعها طبعا هذا منظر صعب، صاروخ ضرب موتورسايكل، هذا عظم متفتت لواحد من، خلينا نشيل الصورة من فضلكم، لواحد من داعش. وإذا بنكمل بنشوف الدمار اللي عم بيصير في هذا البلد. لكن اللي عاوز أقوله في دوار النعيم حولوه لدوار الموت، وطبعا في هذا الدوار في هذا المكان أعلنوا النصرة، نصرة داعش، وعملوا طبعا الرقة العاصمة، وطبعا امتدت بحدود طويلة، وصلت للعراق، وصلت حتى للموصل، عم تتحرر الموصل، تحررت وطبعا وصلوا إلى الحدود تقريبا السورية التركية، والرقة تحررت وعم بيصلوا يمكن بعد في مكان أو اثنين على الحدود العراقية السورية، اللي هي أكم منطقة صغيرة إن شاء الرب كمان رحت. هذا بيت الحاكم أو بسموه الوالي، نائب الحاكم الدولة الإسلامية. طبعا انضرب هذا البيت، وعلى فكرة عدم إظهار، يعني طلبت من المصور ما يظهر الجثث كلها اللي على الأرض. وطبعا أنا مستغرب، يعني كنت بتمنى أن هاي الجثث تدفن، يعني حتى الواحد يكرم هاي الناس، مع أنه إرهابيين ومخربين وأشرار وشياطين ورايحين على جهنم بحسب كلمة الله. أنا طبعا مقتبس، لكن برضو في للموت يعني إكرام، يعني تكرم الشخص أنك تدفنه. لكن قالوا صعب لأنه كل المنطقة تحت المتفجرات، تحت الألغام. وطبعا منتابع مثل ما ذكرت، يعني كان في معنا حرس، هذا الشخص كان عم بيشرح لي عن المنطقة، عن كل منطقة. طبعا الكلام اللي هو بيحكيه، لأنه هو شخص كان من الرقة، كلام صعب جدا، لأنه الشخص اللي عاش تحت الحكم. وعلى فكرة احنا عملنا كتير لقاءات على الناس المؤمنين اللي عاشوا تحت حكم الدولة الإسلامية، رح تطلع طبعا مش بعد، يعني عن قريب إن شاء الله. لكن مثل ما شايفين يعني وين ما نروح، خلي بالكو إنه حتى هاي في لعب للأطفال، ما يعني كله اتدمر. عم بشرح، خليت الكاميرا كمان تزيح لأنه في جثث. أوكي، أهلا وسهلا أخت ميسا، أنت معانا على الهواء.
أنا معكم. طيب أخت ميسة، أنا بعتذر كتير كتير على الخلل، وإحنا يعني كنا في ساحة الساعة، دوار الساعة إذا بتتذكر، هناك صليت وأنت طلبت أنه نصلي لأنه قيمة المرأة أهينت بسبب أنه استخدمت النساء الفتيات في سوق النخاس، في سوق العبيد، كانوا بيربطوهن وبيبيعوهم يعني جواري وعبيد. شو تعليقك على هذا الموضوع؟ أنا كنت بتابع معك على شاشة التلفزيون وشفت حقيقة الساحة اللي هي اسمها كان ساحة الساعة، اللي هي الساحة الرئيسية الموجودة في الرقة، ونحن كنا موجودين فيها من حوالي 10 أيام، وحقيقة يعني كان شعورنا، يعني ما فيني أوصف شو كانت مشاعرنا بهيدي اللحظة وقت سمعنا من الناس اللي كانوا موجودين إنه هيدا المكان مثل ما تفضلت حضرتك وقلت كمان من شوي إنه كانوا يبيعوا فيه النساء. يعني أنت ما بتتخيل إنه بالقرن 21 نحن نسمع هيدا الكلام، وليس مجرد سمع إنه، لكن كان واقع وحقيقة إنه فعلا كانوا النساء يربطوهم ويجيبون على هيدا المكان ويبيعوهم حسب الأجمل فيهم، يعني السعر بيغلى أكثر حسب الشكل، وتجي الناس تتفرج. وفي مشهد أنا حقيقة شفته من خلال اليوتيوب سيس بهيدا المكان، وقت اللي كانوا فعلا يبيعوا النساء بهيدا المكان، للأسف الشديد إنه كان في أطفال موجودة حوالين النساء عم بتصور بالموبايلات. يعني قديش عم يبنوا، عم يزرعوا بذور الشر حتى بالأطفال الأبرياء. يعني هيدا الطفل اللي واقف عم بيصور بموبايله، ممكن تكون أمه، ممكن تكون أخته، ممكن تكون، يعني كيف عم بيقدر هيدا الطفل يصور بالموبايل؟ لكن للأسف إنه هني عم بيزرعوا بذرة الشر. قديش هدول الأطفال بس يكبروا حيكونوا أشرار. لكن دوما منقول كلمة لكن، نحن منعرف إنه إلهنا أقوى. لكن مثل ما قلت كمان حضرتك إنه الكنيسة لازم تتحرك في العالم. الكنيسة في سوريا لازم تتحرك، لازم ليس فقط نطلق صلوات من بعيد، لكن لازم نحن فعلا بقوة إلهنا نكون متواجدين بهيدا المنطقة لنعلن صوت الحق، لحتى نزرع بذار المحبة، بذار السلام، نزرع البذار من أول وجديد بأطفالنا اللي ممكن تضيع، أو بالأحرى ممكن دي رح تضيع إذا كانت استمرت بهذا الشر اللي كانت عم تشوفه وعم تصوره بالموبايلات وهي مبتسمة وهي عم تضحك. لكن خلينا بالقوة المضادة، القوة الأقوى اللي نحن بنحملها، نعرف نحن نتأكد ونكون في عنا يعني يكون في عنا ثقة بأنه نحن لازم ننطلق لهذا المكان، ننطلق لكل أماكن الشر اللي انزرعت في أرضنا، ونعلن من أول وجديد انتصارنا، لأنه إلهنا هو الأقوى. لا يمكن قوة السلاح لا تجدي. يعني نحن شفنا قوة السلاح دمرت، قد ما كان السلاح قوي السلاح دمر، سلاح دمر البيوت، دمر الإنسان، موت. يعني نحن كمان نحن عم ندور بالرقة أسيس، يعني الجثث اللي كانت مرمية على الأرض، إن كانت جثث لداعش ولا جثث للجيش ولا جثث لأي إنسان، هذا الشيء بيقطع قلبنا وبيقطع قلب الله كمان. هيدا الإنسان اللي مخلوق على صورة الله يتشوه بهيدا الطريقة، مشلوح في الأرض، مشلوح مشلوح للكلاب وللحيوانات إن تنهش بجسده. فعلا أنا شفت هذا المنظر بس ما حبيتش أحكي. فعلا يعني فعلا شيء مؤسف. قطة عم توكل في جسد نفسه. الإنسان يوصل نفسه لهيدا 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 الشيء اللي نحن شفناه على أرض الواقع. مشان هيك أنا مصرة ومن خلال برنامجك ليكن نور، إنه فعلا نكون نور. فعلا الكنيسة اليوم تعرف حق إلهها وتعرف السلطان اللي هي أخذته من إلهها حتى تقدر تتواجد، ليس عن بعيد فقط. نحن محتاجين صلواتكم عن بعيد، محتاجين صلوات الكنيسة عن بعيد، لكن اليوم هيدا المنطقة محتاجة خدام، خدام يجوا. ومثل ما شفت أسيس، شفنا القلوب المفتوحة، شفنا الناس اللي مستعدة فعلا، لأنه الناس تعبت والناس شافت. نعم أخت ميسا، قبل ما يعني بدي أنتقل للإشي الإيجابي، بس في كمان منطقة رحنا لها اللي هي دوار النعيم. بعرفش إذا الصورة موجودة، ممكن يكمل في عرض الصور، إذا شفته يمكن رح أتذكره.
هناك طبعا كانت مأساة، هناك أعلنوا النصرة وهناك إذا بتتذكري قطعوا الرؤوس، أيوة يمكن قريب من هذا المكان أيوة بهذا الدوار فعلا شايفين الحديد اللي طالع، كانوا بيفتخروا أنه قاطعين الرؤوس ومعلقة 200 رأس معلق حوالي هذه الدائرة. شو كان شعورك أخت ميساء؟ يعني أنا الرقة أخ نزار زرتها من 10 سنوات تقريبا، يعني قبل الأزمة بشي 3 سنوات، وهذا الدوار بالذات هو من الساحات المشهورة في الرقة، ساحة النعيم اسمه بسبب جماله، يعني ساحة النعيم بسبب جماله. كان منطقة فعلا خضراء، الساحة كلها خضراء، كانت الأبنية اللي على اللي موجودة بمحاذاة الساحة أبنية كلها من الأبنية الفخمة الجميلة، الإضاءة اللي موجودة فيها ملفتة، اللي بتمتد بعدين على شارع اسمه السوق الشعبي أو السوق الرئيسي في الرقة. فأنا من 10 سنوات زرت هالمنطقة، كنت بمهمة تلفزيونية وشفت الجمال اللي موجود بهيدا المنطقة. فأنا أول ما وصلت وقالوا لي هيدا ساحة النعيم، أنا أول شيء معرفتها، لأنه حقيقة تحولت من ساحة نعيم إلى ساحة موت مثل ما هن سموها. فكان ما فيني يعني أوصف لك شو كان شعوري. شعوري كان مختلط بين الصورة القديمة اللي أنا بعرفها وبين الصورة اللي شفتها على أرض الواقع من 10 أيام. فحقيقة مو عيوني اللي كانت عم تبكي، كان قلبي عم يبكي، كان قلبي من جوا عم يبكي، إنه ليش السؤال، ليش شو السبب إنه إيد الإنسان تعبث بالجمال؟ ليش إيد الإنسان توصل نفسها لهيدا الشيء اللي نحن شفناه على أرض الواقع، الجثث المرمية، بعدين مشهد اللي نحن كمان شفناه عبر شاشات التلفزيون وقت اللي دخلوا على هيدا المنطقة وأعلنوا انتصارهم، كيف كانوا حاملين أعلامهم وعم يدوروا بالساحة، والرؤوس للأسف كانت موجودة على من داير مدار الساحة 200 رأس وقتها نحن شفناها على شاشات التلفزيون. فشعور صعب انه نحن بالمكان نفسه اللي انه تتحول هيدي الساحه من النعيم الى الموت. يعني طبعا في بعض المناظر كنا نصورها اخت ميسا، بس برضو كان صعب علي حتى اوقف للكاميرا للتصوير، لانه كنت لازم امشي وعامل هيك يعني بغطي منخاري ومش قادر، ومثل الروائح الروائح يعني اكثر من اسبوع والروائح في نفوخي مش عم بتروح. صحيح. من ريحة. صحيح. الموت والذباب، الذباب اللي قالوا لنا يعني كان بكثرة موجود بالمنطقة، وحقيقة قالوا لنا عملوا جهدكم ما تخلوا يعني الدبان يوقف عليكم مشان ما يكون في أمراض للطاعون أو هيك شيء. فحقيقة كانت دخلة صعبة، مهمة صعبة، لكن نشكر الرب إنه نحن والرب أكرمنا أخت ميسا إنه أعطونا يعني الامتياز إنه حتى قنوات إخبارية ما دخلوهم. صحيح. وصورنا براحتنا ومشينا وكانوا بيشرحوا لنا وبعدين هناك صلينا مع الكل، ما خلينا حد لا صلينا معاه، صلينا في الساحات، وفعلا رجعنا يعني بطريقة نبوية، انه بدل ما تكون ساحة الموت تعمر وترجع مش بس ساحة النعيم، تبقى ساحة الحياة. وهي الرسالة اللي الله بيتركها مثل ما قال في القديم على لسان موسى، قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختر الحياة. الله بقول لك اختار الحياة. وهذا بيقودنا يعني لشيء تاني أخت ميسا، إنه رحنا زرنا مؤمنين في المناطق هناك وتقابلنا مع أشخاص، تقابلنا مع ناس، عملنا معهم لقاءات، كان في دموع بتنزل 7 سنين لا أسيس زايرهم ولا خوري ولا كاهن ولا يعني. وفي كتير ناس اعتنقت المسيحية من غير المسيحيين وبس مش عارفين شو يعني كيف بدي يقوموا يعملوا. وفعلا ممكن هناك تبتدي كذا كنيسة من المناطق اللي احنا كنا فيها، وكنا نعمل المناول العشاء الرباني ونعلم عن قدسية الزواج والمعمودية يعني كل الأساسيات المسيحية. وانت شفت كيف بشغب، خلينا اقول على 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 نور الموبايل، يعني الكهرباء مطفيه واحنا قاعدين هيك بجلسه على الارض والمؤمنين قاعدين على ضوء الموبايل عم ندرس كلمه الله. وحقيقه كانت هيدي الاوقات من اجمل الاوقات اللي انا بالنسبه لي
رغم صعوبتها، لكن حقيقة هاي اللحظات كانت من أجمل اللحظات والأوقات بالنسبة لإلي أن يكون مع الإخوة اللي هم عرفوا الرب معرفة حقيقية. صلينا معهم، رنمنا، كانت أصواتهم رائعة وهم عم يرنموا لإلهنا الحي، وقديش كنا فرحانين رغم الظلمة اللي كانت موجودة، انه نحن كنا قاعدين على ضوء الموبايلات مثل ما تفضلت حضرتك، وكمان حضرتك ناولتهم العشاء الرباني لهم 7 سنين ما اخذوه، فكانت هيدا بالنسبة لنا فرحة ختمنا فيها زيارتنا بالمنطقة كلياتها، بمنطقة الطبقة، بمنطقة عين عرب اللي هي كوباني، وبمنطقة تل الأبيض. هناك بتذكر زرنا الكنيسة الأرمنية طبعا. صحيح. اللي حرقوها وأصبحت مركز لداعش، وعملوا وراء الكنيسة سجن انفرادي يعني بيتفننوا في التعذيب، يعني للأسف. عرض متر بكم متر مع التواليت عتمة، هناك منطقة باردة قارس، يعني برد قارس جدا، لكن برضو المجموعة هناك صلينا. الست هناك شو قالت؟ نفسها تصلي صلاة أبانا الذي بعد 7 سنين، فصلينا معها في داخل الكنيسة الأرمنية، رجعوا حطوا الصليب وشفنا الجرن اللي هو بيعود لتاريخ الرومان وهكذا، فكان في فرح فعلا بزيارتنا لهذه المنطقة. فعلا هذا الشيء اللي نحن ختمنا فيه زيارتنا، يعني رغم كل الألم ورغم كل الأسى ورغم كل الصعوبات والتحديات الصعبة، لكن رجعنا فرحانين. حتى الناس اللي قابلناهم يعني كانوا يعني رغم أنه كبار بالعمر كبار بالسن، يعني مثلا عمو أبو روبين، عمو أبو سليم وزوجته، يعني أعمارهم ب80 سنة، وهدول كانوا تحت حكم داعش تماما، يعني حكولنا عن تفاصيل كتير تعذيب، شافوها من التعذيب، من الجلد، من الألم، من يعني لدرجة وصلت معهم أنه انحطت السكينة على رقبته لعمو أبو روبين، يعني فكان حقيقة واختار النحر على الترك، أنه بدل ما يتركش إيمانه بالضبط. يعني أنا هلأ ما بنسى كلمته وقت اللي بيقال له أنت شخص بتسكر، أنت كافر بتسكر، فكر أنينة الخل، خل التفاح أنه هي مسكر، راح جابه ودلق عليه، كب عليه لأنينة الخل، لكن في كلمة قال عم أبو روبين أنه قال له، حقيقة أنا بكيت وقتها، هو بكي كمان، يعني مشهد ما بيروح من ذهني، وقت اللي قال له مو شي غريب أنه أنتوا سقيتوا الخل للسيد المسيح، فسقوني إياه وما عندي مشكلة أني موت في ذا المسيح. فشخص عمره 80-90 سنة يمكن عم يتكلم بهي الطريقة، وبقي يعني هو ما غادر المنطقة رغم أنه أولاده مسافرين خارج المنطقة، وقالوا له أنه فينا نجيبك تعا، قالوا ما بترك البيت. فذكرني بكلمات كانت تطلق للشعراء أيام القضية الفلسطينية وما زالت، أنه نحن باقون، نحن متجذرون، نحن لن نترك الأرض، نحن أساس هيدا الأرض، نحن نور بهالأرض، نحن ملح بهالأرض. فنشكر رب أنه طلعنا فرحانين، لابد فضلي من أنه نطلع فرحانين، لابد. وهذا الشيء اللي نحن حبينا نقوله للناس، أنه نعم في ظلم، في كان سوء نخاسة، لكن كنا شايفين الستات اللي كانوا بالمزارع القطن يا أسيس، نحن طالعين من المنطقة اللي رجعت لحياتها، اللي كانت عم تحوش القطن، اللي كانت عم تبتسم، رجعت حريتها بعد ما انسلبت خلال السنوات الماضية، ابتسامات الأطفال اللي شفناها، علامات النصر اللي كانت عم ترتفع من الأطفال، في بعيونهم إشراقة، في بعيونهم أمل. فاليوم في مهمة للميديا المسيحية تحديدا، انه فعلا تتوجه لهيدا المناطق وتنقل هيدا النور اللي طالع من هالمنطقة رغم كل الدمار ورغم كل الخراب. اخت ميسن، عاوز اسألك سؤال هو من شقين. الشق الاول، تحكي طبعا من خبرتك كشخص كمؤمنة عايشة في ارض سوريا، شو يعني الرسالة بعد كل المعاناة هاي واللي شفناها، شو الرسالة بدك توصليها؟ والشق الثاني من نفس السؤال، كإعلامية معروفة جدا في سوريا، كإعلامية شو الرسالة اللي انت بدك توصليها كمان للعالم؟ يمكن اليوم اذا بدي اقول كإعلامية، خليني بلش من الشق الثاني من سؤالك اخ نزار. كإعلامية اللي بدي كلامي اللي بدي اوصله من خلال برنامجك ليكن نور،
نحن ما عم نستعرض هذا الكلام على شاشات التلفزيون لحتى نقول لهم انه نحن ما بنحبكم للي انتم قمتوا بهذا العمل. رح اقول لكم كلمه واحده من خلال قلب يسوع اللي بقلبنا، انه نحن بنحبكم رغم كل الشر اللي انتم عم تعملوه. نحن متاسفين انكم انتم قمتوا بهذا الشيء ووصلتوا حالكم لهيدي المرحله، من انكم توصلوا حالكم لهيدي المرحله من الاسى ومن هيدا الالم والموت والجحيم بالنهايه. لكن رسالتي اليوم بقول لكم توبوا. هيدا بوصلة، هيدا رسالة للأشرار اللي الشر هو اللي مسيطر عليهم. الرسالة الثانية قلتها خلال الكلام، خلال سردي للكلام اللي كنت عم بقوله بالأول. الرسالة الثانية اليوم بقول للكنيسة في العالم إنه فعلا تتحرك بالصلاة، وتتحرك بإنه فعلا ترجع تبني الكنائس اللي تهدمت، وتبني الإنسان بالمناطق اللي تهدمت، وتبني البناء، تبني الإنسان بالدرجة الأولى. ونقول لهم كفى للناس السياسيين اللي هن فعلا بسبب مصالح، بسبب سياسات معينة، بسبب طمع بهيدي المنطقة، بسبب الثروات اللي موجودة فيها، كمان نقول لهم كفى. من فضلكم كفى، لانه الاسى اللي كنا شايفينه بعيون الاطفال اللي كانت بالمخيمات الموجوده على اطراف مدينه الرقه كانت بتقطع القلب. مظهر النساء اللي كانت عم تطبخ بالعراء، اللي كانت بعد شوي او بالاحرى صار المناطق الصحراويه في برد، بالصيف في حر، كل واحد فيكم يتخيل انه امه او اخته او ابنه او زوجته بهذا المشهد. فرسالتي لكم كفى، أرجوكم كفى، كفوا إيدكم عن بلادنا. كل عمرنا نحن متنعمين بالخير، بالسلام، بالأمن. من إلكم كفى لحتى ترجع بلادنا أفضل من الأول. يعني أنا عم بحكي سيس، يمكن شوي كلماتي ما عم تسعفني إني أحكي اللي موجود بقلبي، لأنه حقيقة عم المشهد اللي أمامي بالمخيمات بعين عيسى اللي زرناها مشاهد كانت بتقطع القلب، ما عم تقدر تروح من بالي. فهيدا رسالتي للكنيسة في العالم، وهيدا رسالتي للسياسيين في العالم، وهيدا رسالتي للأشرار اللي هن عم يعبثوا بهالبلد. وطبعا احنا رح نعمل كمان رحلة أخت ميسا في ديسمبر، وهي الرحلة رح تكون مخصصة لأطفال سوريا، والرب حط على قلبي أنه نساعد 1000 لـ 1200 طفل في داخل سوريا. خلي بالكم في كتير ناس تركت بلادها، يعني قصدي المدن والقرى بتاعتها، لأنه تهدمت بالكامل واضطروا يهربوا لمناطق أخرى في سوريا. يعني في نازحين في داخل سوريا أكثر من أي بلد فيها لاجئين كل الدول المحيطة حول سوريا. فأنا بطلب من كل بحط على قلبه أنه يساهم ويساعد أنه نسعف أطفال سوريا. عندي رحلة في ديسمبر، فيك تتواصلوا معنا أو فيك تفوت على السايت Light for All Nations، تعمل دونيشن عن طريق السايت. أخت ميسا بعد إذنك خلينا نأخذ مكالمة أو اثنين قبل ما ينتهي الوقت. خليني أخذ المكالمة الأولى من الأخت فريال من المملكة المتحدة من بريطانيا. أهلا وسهلا أخت فريال. ألو أخ نزار، سلام ونعمة المسيح معك. سلام المسيح معك. الرب يحافظ عليك وعلى الأخت الإعلامية ميساء وعلى كل الأخيار اللي يعرفون الإله الحقيقي، وأنتم أبطال في الإيمان. ربنا يبارك. أخي نزار، أنا بس حابة أقول إلهنا حي، هو العظيم والمسيطر على كل الأمور، وهو الذي يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. ويقول الكتاب المقدس إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من الأمم، لأن فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوق الأعلى فوقهما. إلهنا عالي، ومثل ما ذكرت أخ نزار يحول كل الأمور في صالح البشر حتى يجون ويعرفون الإله الحقيقي ويتوبون. وأنا أيضا أقدم أخ نزار من
برنامجه في قناه الحياه، من قناه الحياه وبرنامجه في الراعي ليكن نور، كل تعزيات الرب لاهالي الضحايا في مسجد العريش في مصر. وانا اصلي من اجل اهل الضحايا ان يعرفون الاله الحقيقي القدوس المحب المعطي الحياه الابديه، والرب يستنير وينور عقولهم وقلوبهم. اخ نزار، عندي طلب ارجوك الصلاه من اجل بنت الرب مصابه بالسرطان، والرب يتمجد في شفائها، ويا ريت لو تصلي على الهواء لانه هي بدها تسمع. والف شكر، والرب يباركك اخ نزار ويحافظ عليك. امين، شكرا كثير يا اخت فريال، ربنا يباركك، وراح نصلي من اجل بنت الرب انه الرب يسرع في شفائها من مرض السرطان. خلينا أخذ كمان مكالمة من أبو مهند. أهلا وسهلا أبو مهند، أنت معنا على الهواء. مساء الخير. مساء الخيرات. تحية محبة للأخ نزار شاهين. أهلا وسهلا أبو مهند، أهلا وسهلا فيك. مداخلتي موجهة إلى الإعلامية ميساء فضل سلوم، من قصيدة نظمها الشاعر سابا قيصر دريق، نشرت في جرير مجلة النفائس. الصوت أبو مهند. قصيدة شعرية نظمها الشاعر سابا قيصر دريق. تفضل. عن سوريا، وأريد أن أتلو عليها بعض أبيات هذه القصيدة تحت عنوان نفثات. تضام الطيبات ولا أضام ويرهقها. إيه أبو مهند، الصوت عم بروح. أبو مهند. نعم يا روحي. صوتك عم بروح، عم بقطع. تضام الطيبات ولا أضام ويرهقها الجنان ولا يلام، ويعبث بالفضائل كابرات وتنتهك الروية والسلام. وقل وفاء أهلها فأضحى يباع ويسترى فيها الدمام. وطاش الحق بين الناس حتى تعالى الوغد وانحط الهمام. جراح في الطباع بها قراح، وداء في النفوس بها سقام. وناس بطمينهم حرام، فلا زالوا ولا زال الحرام. فيا رباه خذ بيد البرايا، فقد فتكت بها العلل الجسام. أنوح على بلادي نوح ثكلة، وأنجبها كما ندب الحمام. واستقصي كوارثها فأبكي، ولو قيل البكاء على الشام هو الجد رعيت رعيا، وروى طربك الغيث السجام. أبو مهند. إلى حلب مستهام، إلى لبنان شوق واحترام. حمات يوم حمحمة المداكي، كبار في خلائقهم عظام. لننزع بردة التفريق عنا، ونكفوهم فقد طال الملام. ونصلي مارد الأفساد حربا، يشيب له أو لحدتها الغلام. أبو مهند. أبو مهند. حالي لحاضرنا، فحاضرنا ظلام. أبو مهند، الصوت آسف، الصوت عم بروح يا أبو مهند، مش عم نسمع أبو مهند، لأن الصوت عم بيروح. أنا آسف جدا أبو مهند، يعني برضو مش هقولك ترجع تتصل لأنه صار الوقت أزف، لكن خليني أرجع للأخت ميسا. معي أنت أخت ميسا؟ طيب خليني أخذ مكالمة من الأخت نهال وبرجع لميسا. اهلا وسهلا اخت نهال. مساء الخير. مساء
مساء الخير يا حضرتك. مساء الخيرات يا هلا. انا بشكر حضرتك على البرنامج وهكون بسرعه قوي. بشكر الاخت ميساء وانا بقول لها انا متعاطفه معاكي. انا مصريه صحيح لكن متعاطفه قلبا وقالبا للي بيحصل في كل العالم العربي. بس حضرتك قلتي انك هتقدمي رساله للاشرار وهي التوبه، بس ما فيش اشرار بيسمعوا التلفزيون يعني دلوقتي. انا زي ما حضرتك قلتي ان الكنيسه لازم فعلا تستيقظ واكيد هتصلي، لكن انا كمشاهده اتفاعلت مع الرساله وعايزه اخدم بجانب الصلاه ان الطريقه العمليه ان انا اقوم بخدمه في المناطق ديت، فعلشان يبقى فعلا البرنامج قام بهدفه. فاكيد مش قصد حضراتكم انك تورونا المناظر وخلاص، فانا في الانتظار دلوقتي وانا منتظره على التليفون. سمعت فكره التبرعات، ايه كمان ممكن اقدر اعمله؟ يعني لو حد حب يروح هل في تقديم مساعدات ماديه وفلوس وبس، ولا في فرصه للتبشير؟ وازاي الواحد، هل في منظمه نقدر نروح تبعها ولا كل واحد يروح لوحده؟ وربنا يبارككم. ربنا يباركك، شكرا كثير يا اخت نهال. طبعا انت عارف احنا ما بنطلب اي فلوس عن طريق التلفزيون اطلاقا، يعني احنا بنحكي على شيء خاص لاطفال سوريا وهذا الموضوع. لكن احنا بنتمنى من كل قلوبنا، بنتمنى مثل ما حكت الاخت ميساء انه فعلا ناس تروح على الارض والكنائس تبتدي تصلي ويعلى صوتها. والاخبار الحلوه كمان انه فعلا فعلا في مؤمنين، في اولاد وبنات الرب اللي احنا شفنا بهذيك المناطق عم تعلن ايمانها بشكل واضح من غير خوف. يعني اللي حاولوا يعملوا داعش عمل كمان رد فعل عكسي، انه كتير ناس قالت طب خلص انا بدي اتعرف مين هو المسيح، شو هي الرسالة المسيحية. فأي شخص بحب فعلا يروح يخدم، وانا بتمنى لانه المنطقة محتاجة لخدام كتير، ومثل ما كانت صلاة الرب يسوع قديما وما زالت الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى الحصاد. بتمنى من كل قلبي يا أختي أنه فعلا الرب يقيم خدام وخدمات إله. إحنا لما رحنا كنا فريق من 4 ومعنا 6 أكراد، كنا فريق واحد وفعلا كنا نخاطر، كنا نسوق في الليالي نصل الساعة 12 واحدة بعد نص الليل في مناطق صحراوية عتمة مثل الكحل بدون ما فيش أي بني آدم، لكن حسينا بحماية الرب، حسينا بنعمة الرب، والله استخدم هاي الرحلة وفعلا الرب بارك جدا في هاي الرحلة. اللي احنا عملناه اليوم انه فعلا عاوزين نكون صوت انه الناس تصلي، صلي من أجل سوريا، صلي من أجل المؤمنين. في كتير ناس عم ترجع للمسيح، كتير أعداد غفيرة عم ترجع للمسيح، بدنا خدام. فأنا هذا الصوت اللي نوصلكم. أخت ميسا مرة تانية أنا بعتذر، اليوم شكله في خلل فني بالتلفون، لكن ربنا يباركك ويكافئ تعب محبتك. إلى اللقاء والرب يبارككم.